شو هذا اللي عمله سواش هلا؟ يلي جايين خطابين والموضوع بخص مستقبل اخته، وحضرته بيحمل حاله وبيروح بدون سلام او كلام. ايه اخته ما لقيمة عنده ابدا. هلا بدك تحملي هم هي كمان؟ اختي نازان ليش ما نزلت؟ انت قلتي لها لا تطلعي قدام ضيوف شي؟ معقول الا لبنتي هيك شي؟ بدي روح شوفها. ما قلتي شو رايك بالعريس اختي؟ والله انا عجبني، يعني مبين عليه شاب منيح وعيلته مرتبة وبتناسبنا على المزبوط، عائلة اصيلة. ايه والشاب مهذب ومهنته منيحة وعنده شركة كمان. مزبوط، مع انه عنده بنتين كمان. نازان ما عنده؟ وغير هيك مين بياخد ارملة؟ يعني انت موافقة؟ نازان تعينا نحكي شوي حبيبتي. نازان بنتي نازان وينك انتي؟ نازان 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 ياسمين، قلتي لي تعال وجيت. شكرا كثير. إذا بكون بآخر الدنيا بيجي مشانك. عم تشرب شاي؟ نازان افتحي عيونك بنتي. نازان بنتي انت ليش عملتي هيك؟ اطلبوا سيارة الاسعاف. بلا هلا سيارة الاسعاف بناخذها. نازان نازان شو صار فيكي؟ دخلتي نازان شو بهبادي تقلي بالارض؟ نازان 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 اتركوني. طيب مالك ستة الوقت الله يخليكي. نازان مين صرخ مرت خاله؟ ما في شي حبيبي باران، يلا ننام صار وقت النوم، لموا لعبكم يلا. طولي بالك مشان الله. بموتي اذا صار لها شيء. انا عمتي شو صار عمتي؟ شو صار فيك يا حبيبي؟ سواش اسمع شو بدي اقول. بالأول استني شوي، صدقيني إنه ما بدي من هالدنيا أكتر من حبك. أنا عم فكر من يوم ما طوّس على بيتكم، فكرت بحالنا، فكرت شو بده يصير فينا. بعرف، أنا آسف كتير بس سواش بترجاك اسمعني. هاي أول مرة بحياتي بعيش هيك حالي، خفت كتير بس مو على حالي، خفت عليك انت، خفت لا يصير لك شي سواش بتتدمر حياتي. ما في داعي تخافي علي ابدا. في هي تاني مرة بتقوص على بيتكم، في شي عم بصير بعيلتكم، يعني هذا الشي انا ما عشته ابدا من قبل. صحيح اني انا ما بقدر غير لك حياتك، بس ما بقدر اعيش وانا خايفة على حياتك كمان. ما رح يصير هيك شي ياسمين، ما رح يصير علي شي، رح بعدك عن كل هالشي. أنا بغامر بأي شيء بس مشان أسعدك. منروح من هون، منروح على محل تاني وبنأسس حياة تانية، بس أنا بحاجة لشوية وقت. ما رح تقدر سواش. رح أقدر. بترجاك لا تخدع حالك، أنت في عندك مسؤوليات كتيرة. مشان هيك عم قلك بدي وقت.
على التليفون. لا لو سمحت، إذا بدك قلبي يرتاح رد على التليفون. ممكن نحكي بعدين خالي؟ أختك حاولت تنتحر سواش. شو؟ مقطع شرايين إيديها، إيديها التنتين. هلا أخذينا على المستشفى. ما استنينا الإسعاف، هلا أخذينا بسيارتي على المستشفى. سواش روح على المستشفى ابني. أنتوا روحوا خالي، أنا جاية فورا. هذا اللي كنت عم بحكي عنه. ياسمين وقفي اسمعي. روح سواش، عيلتك بحاجتك أكثر مني. خاطرك أيوة. يلا لشوف تغطوا يا أولاد، الليلة بدنا ننام كلياتنا سوا. ماشي بوسي. وهلأ أي قصة بقرالكن؟ قصة سندريلا ولا الجندي الرصاصي؟ الجندي الرصاصي. ماشي. آه يا بنتي، آه يا حبيبتي أنتي، شلون عملتي هيك بحالك؟ شلون بتذبح حالك يا نازان؟ إذا ما بدك كنتي قولي ما بدي. ليش؟ اسكتي مشان الله. عجل كتير بولات، دمه رح يتصفى. إن شاء الله تكوني نبهتي تشيك ما تقول شي للأولاد. نبهتك. يعود عليك يا خانم، مع السلامة. وين نظام بلدار؟ هاي جهة. خالي لا تخاف ابني، وضع منيح. خيطوا للجرح، هلا عم يعطوها دم. معقول نصف الدم كل هالقد؟ مقطع شرايين ايديها التنتين قبل ما يروحوا الضيوف. طلعت لعندها لاسالها شو رايها بالعريس، لقيتها بالحمى والدم عم بيشر من ايديها. امي اجت؟ لكما اجت بس انهارت اعصابها. الدكتور اعطاها ابره مهدئ لترتاح ونيمناها. شلون وضعها دكتور؟ منيحة، منيحة كتير، بتنام الليلة عنا وبكرة بتطالعوها. بقدر شوفها؟ طبعا تفضل، عليها العافية. إذا ما بدك العريس بكفي تقولي ما بدي. شو في داعي تعملي هيك؟ الوقت قالوا لك في خطابين قلتي لهم ماشي يجوا، وأنا فكرتك قبلاني. ممكن نسمح بهيك شي لو بعرف ما بدك؟ أنت ما بتعرفيني؟ شوفي أختي،
إذا بتحبي حدا صدقيني أنا مستعد وقف معك للآخر. قولي وثقي فيني. في حدا؟ ما في حدا. إذا في بتخبريني؟ طيب ليش عملتي هيك؟ أختي حبيبتي ليش حاولتي تنتحري؟ ما بعرف صواش. تعيسة كتير كتير. Ha ha ha.